تاخذك الى عينك، دخيل عينك مع عقلك. كثير حبيت علي التعديلات، كثير حبيتها، يعطيك الف عافيه. بس ما انا حابب هيك في شويه تفاصيل حابب نضيفها. استاذ شو هنن؟ لا تخاف، لا تخاف منهم، لا تخاف، ما رح نغير شيء بالقصة، أساسا أنا حاببها. طيب تفضل سام. شوف الله يرضى عليك يا قصي، بدي إياك وأنت عم تعمل التعديلات تكتب لي شو بدها تلبس كل ممثلة بالتفصيل، ويا ريت تكتر لي تنانين قصيرة وكتاف طالعة وهيك شغلات، يعني بدنا ياهم النسوان يطلعوا حلوين كثير، وأهم شيء بالبيت تفريعات هيك شي يكون شي ابراتب، يعني معي طاقمتي، بدنا الناس بالمحطات يلتهوا بالنسوان الحلوات، ما بدنا ياهم يشوفونا اي ملاحظه على اللي عاملينه. اشوف ليك هاي يعني ما تفكرني انا مشان النسوه، لا والله انا زلمه بخاف الله، يعني مشان التسويق، انت بتفهم علي كيف. الله يرضى عليك. على عيني استاذ، على عيني. تشطيتين بس يلا. شو مفيقك لهلا؟ روحي يعني شو مفيقني؟ قاعد عم عدل له النص للسيد عبد الله. شو بدك تعمل؟ هذا وضع شغلك؟ لا حبيبتي مو هذا وضع شغلي، أنا مو شغلتي أقعد عدل النص، مو شغلتي أكتب له هي لابسة فستان أصفر، وهي لابسة فستان أحمر، وهي لابسة مايو، مسخرة يعني صفية القصة. مايو؟ يخرب بيته هذا اللي كان ناقص. ساوي لك قهوة؟ لا روحي لا، هلا عملت نسكافيه قبل شوي. طيب حبيبي، أنا رح فوت. استاذ هاي كل المشاهد اللي طلبتها ومثل ما بدك تعدلي، تفضل. الله يعطيك العافية، يا ميت أهلين وسهلين بالأستاذ قصي والله. على راسي يا ميت أهلين وسهلين، زارتنا البركة والله تشرف. ما بشرب هاي. ما بيصير، ما بيصير، بدك تشرب. ذكرتني أبو عبدو. مين أبو عبدو؟ لا ما في شيء استاذ. إن شاء الله صحة وكا. أخي قبل ما أرى التعديلات بدي احكي لك قصة، هذا امبارح انا كنت سهران انا ورفقاتي وقمت انا حييت له قصة المسلسل كلياته، بدي استمجز الاراء، استمجز، عرفت علي شلون؟ فانا حكيت لهم قالوا لي وين اذا هذا المسلسل ما فيه قصص حب وخيانة وهيك وغيره وغيراته ما حدا بياخده ولا حدا بيقيمه من ارضه. بس يا استاذ بس معيتك بدي المسلسل مثل المسلسلات التركية والمكسيكية، هيك 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 كله قصص حب وخيانة. بس ما بدها بس. لا تبسبسني ولا بسبسلك. لك انت ما بدك تنشهر؟ صدقني بعد ما تعمل هذا المسلسل مليون منتج بده يرقد وراك مشان تكتب له شي قصة وشي حكاية، ولتصير تقلب المصاري بين ايديك قلب. لك شو بلا لك قصي، انا بدي فايفتك. لك بعدين انا عم اقول لك بدي غير القصة، انا حابة للقصة ما بدنا نغيرها، انا حابة لحكاية المسلسل، بدنا شوية بهارات بعيدك. مية هذا كمان ما في مساء الخير. اسف روحي اسف، بس انا رح طق. من شو حبيبي؟ ليه هيك معصب؟ لكن ده خلقي من كتر ما عدلت له النص لهذا الغبي، والمشكلة أنا ما عم عدل النص لحتى يصير حلو، عم عدله لحتى يصير تافه، يصير منحط، ضيق لي خلقي، لك صرت مثلي مثل هدول الكتاب يلي أنا كنت أنقدهم بمقالاتي روحي. طيب خلص بيبي طول بالك، شو بدك تعمل؟ لقمة مغمسة بالدم. شو رأيك تقوم تاخذ دوش سخن وتجي؟ كون أنا حضرت لك العشاء نتعشى سوا بنسيك تعبك كله. بدخيل قلبك انا، لولاكي شو كان صار فيني انا؟